أسعد الله أوقاتكم أحبائي طلاب الصف الرابع. سنتحدث اليوم عن نوع من أنواع القوى المهمة في حياتنا، ونلاحظ تأثيرها حولنا بشكل كبير، وهي قوة الاحتكاك. فما هي قوة الاحتكاك؟ وما تأثيرها؟ قوة الاحتكاك هي قوة تنشأ عند حركة الجسم على سطح ما، أي ترتبط هذه القوة بالأجسام المتحركة. والآن سنتعرف على قوة الاحتكاك في بعض المظاهر اليومية في حياتنا. في الشكل الآتي، يقوم شخص بتحريك الكنبة بقوة دفع للأمام على سطح الأرض، فنلاحظ أن هناك صعوبة عند تحريكها، فما السبب في رأيكم أحبائي؟ بالطبع أن السبب في ذلك هو قوة الاحتكاك التي تنتج بالاتجاه المعاكس لحركة الكنبة وتعيق حركتها. في هذا الشكل أيضا، يقوم شخص بالتأثير بقوة شد الصندوق نحوه، فتنشأ قوة احتكاك ما بين الصندوق والأرض في الاتجاه المعاكس. وهنا أيضا يقوم الرجل بدفع الخزانة بقوة للأمام، فتنشأ قوة احتكاك ما بين الخزانة والأرض بالاتجاه المعاكس، مما يؤدي إلى صعوبة حركة الخزانة. في هذا المثال سنلاحظ أحبائي الطلبة طفلين يقومان باللعب والتزلج على أرضيتين مختلفتين، الأولى أرض عشبية خشنة، أما الثانية أرض جليدية ملساء. سؤالي، في أي الأرضيتين سيكون الحركة والانزلاق أسهل وأيهما أصعب؟ أولا، على الأرض العشبية الخشنة ستكون الحركة صعبة لأن قوة الاحتكاك ستكون كبيرة، أما على الأرض الجليدية ستكون الحركة أكثر سهولة لأن قوة الاحتكاك تكون قليلة. والآن ما خصائص قوة الاحتكاك؟ أولاً، تكون قوة الاحتكاك بعكس اتجاه حركة الجسم، أي إذا تحرك الجسم للأمام تكون قوة الاحتكاك للخلف. ثانياً، تزداد قوة الاحتكاك إذا كان السطح خشناً. ثالثاً، تقل قوة الاحتكاك إذا كان السطح أملس. ما هي تأثير قوة الاحتكاك على الأجسام المتحركة؟ أولاً، تعيق قوة الاحتكاك من حركة الجسم. ثانياً، تحاول قوة الاحتكاك إبطاء الجسم أو إيقافه. والآن أحبائي، بعد التعرف على قوة الاحتكاك وتأثيرها، برأيكم لماذا تكون الجهة السفلية للأحذية الشتوية خشنة وذات بروزات كثيرة؟